أوصل المشاركون في النسخة الثانية من مؤتمر ترندز الدولي للتعليم التي حملت عنوان "التعليم والهوية في العصر الرقمي" استراتيجيات مقترحة للمحافظة علي الهوية وتشكيل سلوكيات النشأ ونظمه مركز ترندز للبحوث والاستشارات بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بضرورة تصميم سياسات تعليمية مبتكرة لتحقيق مستهدفات صون الهوية وتعضيد السلوكيات الإيجابية وكذا سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين خلال مداخلته في المؤتمر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأنظمة التعليمية خلال الفترة الحالية بعد التغيير الكبير الذي طرأ على دورها من كونها مجرد ناقل للمعرفة إلى كونها شريك فاعل في المسؤوليه عن المحافظه على منظومه الاخلاق والعادات والتقاليد والمثل والقيم والحفاظ على الهويه الوطنيه والدينيه. واكد سعاده الوزير على اهميه التكامل بين دور الاسره والمؤسسه التربويه لتوصيل العلم والمعرفه للطلبه من جانب والى حمايه منظومه الاخلاق من جانب اخر، محذرا من البرامج الموجهه الى الاطفال والناشئه والشباب والتي تستهدف هذه المنظومه وتحاول النيل مما تم توارثه من الآباء والأجداد من تراث شعبي وإرث ثقافي من جانبها أكدت سعادة الأستاذ إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنه على مدى سنوات تعرضت الهوية العربية إلى كثير من المهددات عبر محاولات زرع ثقافات سلبية دخيلة عليها مما يستدعي من الجميع أن يعمل بجد لوقف هذا النزيف وغرس القيم العربية الأصيلة في الأطفال والناشئة وتحدث سعاده الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنميه السياسيه عن الاليات والادوات التعليميه لتعزيز الهويه الوطنيه مؤكدا ان خطوره ما يحدث اليوم على الهويه الخليجيه بدا قبل مئه عام حيث كانت دول الخليج منغلقه عن العالم وادى اكتشاف النفط الى الانفتاح على الحضارات والدول الاخرى ولكن رغم الانفتاح ما زالت الهويه الخليجيه متجذره في المواطن الخليجي إقامة مثل هذه المؤتمرات هو دليل احساس بالمسؤوليه تجاه المجتمع ما في شك بان التعليم اداه مهمه جدا في في خط دفاع اول لهذه الهويه الوطنيه الطالب يقضي اكثر من 75% من وقته في المدرسه آه هذا الوقت يتم استغلاله مع آه الجهات التعليمية لتعليم وإعداد الطلبة آه للفترة القادمة ولكل من يعتقد بأنها خطرة عليه آه نتيجة التغيرات اللي قاعدة تصير طبعا نحن نرى أن النشأ والجيل القادم هو أكثر من يتعامل مع التكنولوجيا وبالتأكيد يؤثر عليه وهو أكثر عرضة له لكن نحن نقول أن التكنولوجيا لها تحدياتها ولكن تطرح ايضا الفرص نحن نحاول ايضا كيف نستخدم التكنولوجيا في الصالح العام ولتطوير هذا النشا